هذا البرنامج يقدم لكم من طرف MDGS. السلام عليكم. الرياضة اللي غادي نديرو اليوم هي رمي الرمح جافلو. الرياضة كتبان سهلة ولكن صعيبة. نعم ما سهلاش. ايه ما سهلاش. يلا تمشيو تشوفوها معايا. ألعاب القوى، المغرب معروف بالمسافات المتوسطة أو الدومي فون أكثر من الرياضات التقنية بحال رمي الرمح أو الجافلو. اليوم غنتمرن مع لاعب من المنتخب الوطني في هذه الرياضة. دوز التمرين الثاني. دوز ما تزربش. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي فهم ولاباس عليك. مرحبا. كلشي بخير؟ بخير. الله يبارك فيك. مزيان. دونك جيت اليوم باش نجرب معاك رياضة رمي الرمح. مرحبا. رياضة اللي كنشوفوها في التظاهرات الدوليه ولكن في المغرب ما تنهضروش عليها بزاف. شنو السبب؟ كان عندنا ان بروبليم ديال الانفراستركتور في شحال هذه، وكان عندنا ان بروبليم ديال بزاف ديال الحوايج. دابا تحلات الامور بواحد الشكل متطور في المجال ديال الانفراستركتور. كاين الماتيريال، كاين لي بيس، وحتى لا بوبولاسيون دابا اللي كاينه لي جون بداو كيعرفوا مع الاعلام وداكشي. نعم. بداو كيعرفوا الجافلو. شكون هما الناس اللي يقدروا يمارسوا هذه الرياضه هذه؟ شحال ما كان لاج صغير شحال ما كيستافد البطل. نعم. تبان لي زعما فيها غير جيست واحد كتشد وكتلوح. خاصو يكون بزاف ياك. فيها بزاف لاقاش غير لا كورس ديالها. نعم. فيها ثلاثه ديال لي بارتي. هذه القبطه هذه حتى هي مهمه فيها تعلمها. دونك بوكو دو شوز بزاف ديال لي تكنيك وبزاف ديال لي تكنيك طويله. ودابا الا بغيت مثلا نجرب معاك دابا شنو خصني انا ندير؟ غادي خصك دير اونتوني بعدا. مرحبا. موجود الحمد لله. طيب هذا استنجابلو 600 غرام هذا ديال لي جون ديال المبتدئين. قدك فوالا غنديروا هذا التمرين اللي كيدير حسان. اها باش ما نتقصحوش لي زيبول ديالنا علاقاش هما اللي مهمين عندنا في كل شيء. عكس ما كيتبادر للذهن رمي الرمح ماشي رياضه سهله كيف كيبان. كاين طريقه للجري، طريقه باش نشدوا الجافلو وباش نرميوه. كيمشي وكيجي. نبداو بالرمح. هذا الشيء باقي غريب عليا. كانش لا بريز مزيانه ما غيمشيش الجافلو. نعم. عاد ندوزو لي ديتاي الاخرين. داكور. هذا اخر حاجه كيقيسو الجافلو. البوس فوالا. الا ما درتيش كينقص هذاك ما كيقدر ما يبيكيش يقدر يتعوج. نعم. الور اي حاجه في لو بواني البغا كامل مهمه في لونسي دو جافلو. خاصني نولف نشد الجافلو ونرميه للقدام. التمارين الاولى كيشبهوا لي زيتيغمون في بلاصتنا سون زيلون. باش المحاوله تكون صحيحه ويتم احتسابها خاص الرمح يدخل بشكل عمودي في الارض. المحاوله الاولى ديالي كتبشر بالخير. شوف 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 بيكا كتشوف. اه شتي دابا ديك اللمسه ديال داك لو شونجمون بدلات ان بيتي ديتاي تبدل. اشاك فوا كيتبدل الشغل توشي صغير في الاخر بدل لونسي ديال كامل. اكزاكتو. ندوزو دابا للجري. هنا خاصنا نميزو بين ثلاثه المراحل الاساسيه: الانطلاق او لا كورس دو ديبار، الجري الجانبي او لا كورس لاتيرال وهي اللي كنبداو نتموقعو فيها، ثم وضعيه القوه او لا بوزيسيون دو فورس. الارجل كيكونوا فيها كروازي وكتمكننا من رمي الرمح لابعد مسافه. العديد من نوادي العاب القوى كتقترح تمارين في رمي الرمح في جميع انحاء المغرب. كل ما بدينا صغار كل ما كانت عندنا فرصه نمشيو بعيد في هذه الرياضه. مشاهدينا وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. نتمنى نكونوا قربنا لكم من هذه الرياضه هذه رمي الرمح الجافلو. رياضه اللي كتبان سهله ولكن فيها بزاف ديال لي ديتاي صغار واللي تيديروا الفرق. نتمنى نتلاقى بكم ان شاء الله في حلقه واحده اخرى ورياضه واحده اخرى. وما تنساوش الشعار ديالنا دائما نتحركوا. MDGS معا بروح رياضية.